وافق شن طبقة. وافق من الموافقة وهي عدم الاختلاف. قيل أصل هذا المثل أن طبقة وهي قبيلة من إياد كانت لا تطاق، فأوقعت بها قبيلة شن فانتصفت منها وأصابت فيها، فضربتا مثلا للمتفقين في الشدة وغيرها. غير أن حكاية المثل أوردها قوم آخرون فقالوا إن أصل المثل أن شنا كان رجلا من دهات العرب، وكان حلف ألا يتزوج إلا بامرأة داهية تشبهه، فقال والله لا أطوفن حتى أجد امرأة مثلي فأتزوجها. وبينما هو ذات يوم يسير في الطريق إذ لقي رجلا يريد القرية التي يريدها شن فصحبه، فلما انطلق قال له شن أتحملني أم أحملك؟ فقال الرجل يا جاهل كيف يحمل الراكب الراكبة؟ فسار حتى رأيا زرعا قد أوشك على الحصاد، فقال له شن أترى هذا الزرع قد أكل أم لا؟ فقال الرجل يا جاهل أما تراه قائما أمام ناظريك؟ وسار في طريقهما يكملا سيرهما، فاستقبلتهما جنازة، فقال شن للرجل أترى صاحبها حيا أم ميتا؟ فقال ما رأيت أجهل منك، أتراهم حملوا إلى القبور حيا؟ وقطع سيرهما حتى وصلا إلى مبتغاهما، فاستضاف الرجل شنا في منزله، وكان للرجل بنت يقال لها طبقة، فقص أبوها عليها قصته مع شن، فقالت أما قوله أتحملني أم أحملك؟ فإنه أراد أتحدثني أم أحدثك حتى نقطع طريقنا بالحديث. وأما قوله أترى هذا الزرع قد أكل أم لا؟ فإنه أراد أباعه أهله فأكلوا ثمنه أم لا؟ وأما قوله في الميت فإنما أراد أترك عقبا يحيا بهم ذكره أم لا؟ فخرج الرجل إلى شن فحادثه ثم أخبره بتفسير ابنته لكلامه، فأعجب شن بها فخطبها من أبيها فزوجه إياها، فحملها إلى أهله، فلما عرف أهله عقلها ودهاءها قالوا وافق شن طبقة، فذهبت مثلا. وقال الأصمعي في تفسيره إن الشن هو الإناء من الجلد قد خلق وبلي، فصنع له غطاء خلق من جنسه، فوافق الشن الطبقة التي عليه. وقد تمثل بهذا المثل الشعراء في شعرهم، ومن ذلك قول بعضهم وكأني من غد وافقتها مثلما وافق شن طبقة.